على قرى أم الخلاخل وظهرة الزرزور والصير ومزارع المشرفة استعاد الجيش السوري سيطرته. وحدات من الجيش السوري استأنفت عملياتها ضد تجمعات المجموعات المسلحة وبؤرها في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، محققة تقدما جديدا ومكبدة الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد. تمت السيطرة على قرية تلة الزرازير وقرية أم الخلاخل، تكمن بعد معارك واشتباكات قوية بيننا وبين المسلحين. بتكمن السيطرة على هالقرية أنه بتكشف على منطقة جغرافية واسعة بتمكننا من ضرب خطوط الإمداد بين قرية فريجة وقرية إسحال وقرية عين التينة. رمايات مدفعية ودفعات صاروخية تمهيدية استخدمها الجيش السوري قبل تقدمه ليخوض بعدها اشتباكات عنيفة مع عناصر من جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة بها في قريتي ظهرة الزرزور والصير ومزارع المشرفة، أدت إلى السيطرة على القريتين والمزارع بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها. اشتباكات كانت جدا قوية بيننا وبين المسلحين لأنهم كانوا من جنسيات غير سورية، أغلبيتهم من أجناد القوقاز، واستماتوا يعني المعركة باشرت من الفجر للصباح، استغرقت معنا، استماتوا على هالمنطقة كون هي مرتفع. وقبل ذلك كانت وحدات من الجيش قد أحكمت سيطرتها على قرية اللوبيد غربي وتل خزنة بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها أيضا.